نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه عاملة منزلية قد اعتنقت الإسلام وكانت في الأصل نصرانية ومتزوجة برجل نصراني ولها منه 3 بنات. السؤال: كيف تتصرف عندما تصبح في البيت معه؟ هل تكون زوجة له أم أنها تتركه إذا أصر البقاء على نصرانيته؟ ليست زوجة له، إذا دخلت في الإسلام وهو باق على الكفر انفصلت منه شرعا، فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فإذا أسلمت والزوج لم يسلم انتظر حتى تخرج من العدة، إذا خرجت من العدة وهو لم يسلم انفصلت منه وصارت أجنبية منه. وأما أنها تبقى في البيت مع الابتعاد عنه والاحتجاب عنه والبيت فيها أولادها مع أسرة، هذا يجوز للحاجة والضرورة بشرط أن تبتعد عنه وأن تحتجب منه، نعم، وتبقى مع أولادها، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.